خلونا نروح نستقبل الأستاذ محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر هاتفيا. أستاذ محمد، يا صباح الخيرات. صباح الكل عليك الزرقاء، كل سنه وحضرتك طيب وبخير. وحضرتك بخير وصحة. طيب، احنا عايزين الأول قبل ما نتكلم عن اللعيبة اللي تم استدعائها واللعيبة الذي لم يتم استدعائهم، عايزين نتكلم على المعسكر منتخب مصر. أعتقد هيبدأ يوم 9 لو أنا فاكر صح. يعني هو غير دلوقتي الميعاد النهائي، ان شاء الله هيتحسم بكره، لكن هو الاقرب ان شاء الله يوم 9 او 10 يونيو. المعسكر هيبتدي فيه قاعده بكره ان شاء الله او النهارده الاثنين، بين مستر روي فيتوريا المدير الفني والجهاز الاداري مع كابتن محمد غرابه ومينا سامح وعلي محمد علي. هيتم التنسيق بقى والاتفاق النهائي على موعد انطلاق المعسكر وموعد السفر للمغرب. زي ما حضرتك عارف طبعا ماتش غينيا هيبقى يوم 14، هيبقى في مراكش مش في غينيا، بناء على طلب المنتخب الغيني لمباراه طبعا في الجوله الخامسه للتصفيات المؤهله لام افريقيا. وان شاء الله يعني ماتش المنتخب يقدر يحقق فيه الفوز ويعلن تأهله رسميا لأمم أفريقيا. احنا محتاجين نقطة واحدة بس استاذ محمد. محتاجين نقطة يعني، وإن شاء الله يعني نفوز إن شاء الله ونوصل لتصدر المجموعة، وده يعني أحقية منتخب مصر بحكم التاريخ وبحكم الشغل الحياة اللي معمول الفترة الأخيرة مع مستر روي فيتوريا والجهاز الفني. الحقيقه اللي بيبذل مجهود أزرقية بيبقى موجود يعني في الاتحاد من الساعه 9 الصبح لغايه وبالليل من الساعه 5 لغايه الساعه 12 بيتابعوا ماتشات الدوري. فالحقيقه يعني اكثر من 12 او 13 ساعه عمل متواصل. فان شاء الله ربنا هيكلل جهود الجهاز، وان شاء الله اللعيبه عندك لعيبه الحمد لله على اعلى مستوى الفتره اللي فاتت. بنبارك طبعا بدون صوت الصدق، وببارك طبعا لاحمد حجازي وطارق حامد على لقب الدوري السعودي اللي انا شايفه يعني من اقوى الدوريات على المستوى العربي في الفترة الأخيرة. زي ما حضرتك اتكلمت برضك على 7 محترفين، إن شاء الله دي القائمة المبدئية، وهيبقى في قائمة نهائية إن شاء الله خلال أيام يوم 7 تقريبا أنا من قبل مستر روي فيتوريا. هتضم المحترفين واللعيبة المحليين إن شاء الله للمعسكر، وإن شاء الله أيا كان اللي موجود أو القائمة اللي موجودة إن شاء الله يحققوا الهدف المطلوب إن شاء الله ويفوزوا ماتش غينيا، وده هيزود ان شاء الله فرص ماتش في التصنيف عظيم. وماتش عندنا ماتش ودي، ودي حاجه مهمه جدا برضه استاذ محمد، ان احنا الماتشات سواء الماتشات الوديه او الرسميه اللي احنا بنلعبها دي مهمه جدا جدا جدا، نحط تحت جدا دي 75 خط علشان التصنيف المصري، وده هيفيدنا كتير جدا في كاس العالم، تصفيات كاس العالم. ده حقيقي يعني طبعا، وده الهدف اللي مستر روي فيتوريا مركز عليه، وتحديدا ماتش غينيا. انت لما تكسب ماتش رسمي في بطوله رسميه زي ماتش غينيا، طبعا النقاط بتختلف عن الماتش الودي. فمستر فيتوريا يعني مركز حتى مع الجهاز الفني، وان شاء الله يبقى في محاضراته مع اللعيبه او هو حاطط هدف زي ده، ان هو اي ماتش بيلعبه طبعا بيلعبه عشان يفوز. شفنا ماتشين ملاوي في مصر وبره مصر، الحمد لله بره مصر كسبنا 4 أهداف نظيفه، فده بيأكد لك ان يعني الجهاز الفني بيلعب اي ماتش للفوز، ما بيلعبش اي ماتش يعني للتعادل او تحقيق نتيجه ايجابيه. لا، بالفوز والظهور بمستوى كويس وظهور بمستوى متميز، وده بدأ من اول معسكر المنتخب سواء ماتشين النيجر وليبيريا، وبعد كده ماتش الكويت، ماتش بلجيكا اللي كان في الكويت، والحمد لله قدرت تتقدم مستوى رائع امام منتخب كبير زي بلجيكا وتفوز بهدفين، وبعد كده الحمد لله ملاوي هنا في مصر وملاوي بره مصر. فان شاء الله. طب انا عايز اسالك استاذ محمد حاجه، وانا بقرا النجاح نفوز بالنتيجه كويسه وهيزود فرصنا طبعا في التصنيف. عظيم. والحمد لله انت تصنيف كاس العالم المره دي مختلف عن اي مره تانية، انت هيبقى عندك 9 مجموعات، فباذن الله مصر تبقى على راس المجموعه وباذن الله يعني. طيب تسمح لي اسالك استاذ محمد، احنا عندنا احمد حمدي من اللعيبه اللي تم استدعائهم من مونتريال امباكت الامريكي، هو هل موجود؟ وده مش من اللعيبه يعني من الاسماء اللي يعني يعتاد ان هم يتم استدعائهم في التجمعات بتاعت المنتخب. السؤال هنا، هل احنا عندنا في الجهاز الفني للمنتخب المصري كشافين بيتابعوا كل المحترفين، حتى المحترفين اللي هم
اسمائهم مش معلومه لدينا كاعلام يعني. لا يعني هو الجهاز الفني الحقيقه ومعاهم محمود سليم محلل الاداء، ومعاهم الكابتن ايمن عبد العزيز والجهاز الفني الاربعه الاجانب المساعدين لمستر فيكتوريا الحقيقه بيتابعوا كل صغيره وكبيره، مش في يعني في الدوري المصري والقسم الثاني وفرق بره، وفي اكتر من لعيب اللي هم مزدوج الجنسيه طبعا على رادار المنتخب، والحاجات دي بيتم التنسيق ليها خلال الفتره اللي جايه. الحقيقه الجهاز احمد حمدي طبعا من اللعيبه الكبار، واللعيب يعني لعيب كان لعيب في النادي الاهلي، وكان لعيب موجود ولعيب منتخب اولمبي ولعيب منتخب مصر، وكان موجود في المنتخبات الفتره اللي فاتت. فالجهاز الفني بيتابع كل اللعيبه بلا استثناء، يعني سواء سام مرسي او احمد حمدي اي لعيب مصري بره الجهاز الفني بيتابعه وبتعمل تقارير عنه، ويعني طيب. وبيشارك قد ايه وبيلعب ماتشات قد ايه. عظيم جدا. والجهاز الفني على تواصل مع معظم. طب اسمح لي اسالك سؤال سريع كده قبل ما نختم مع حضرتك. احنا عندنا التجمع المعسكر تقريبا المفروض يوم 9 ان شاء الله باذن الله، او ماتش يوم 14. احنا عندنا الاهلي هيلعب يوم 11 مباراة العودة في المغرب. في تنسيق ما بين المنتخب وما بين النادي الاهلي عشان لعيبة الاهلي الموجودين في المنتخب؟ يعني كل الحاجات دي مترتب لها طبعا الجهاز الاداري عندنا متابع التفاصيل دي كلها اول باول. اللعيبه ان شاء الله لعيبه الاهلي اول ما يخلصوا ماتش الوداد ان شاء الله يبقى في تواصل معاهم، على ثلاث ايام فرق بعد الاعلان على الاسماء ان شاء الله يبقى في تواصل معاهم. طريقه الامتحان هم من كازابلانكا لمراكش، المواضيع دي ان شاء الله يعني معمول حسابها. وزي ما قلت لحضرتك يعني الجهاز الاداري اللي موجود سواء محمد غرابه المدير الاداري او معاه مينا وعلي محمد علي الحقيقه، يعني الحاجات دي الناس بقى لهم كذا سنه في المنتخبات، فالحاجات دي يعني امرها سهل وبسيط، وان شاء الله بيتم التنسيق لها والترتيب لها من بدري باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخب مصر. طبعا كل تمنياتنا بالتوفيق لمنتخب مصر في مشواره سواء في افريقيا او في كاس العالم.